سيناريوهات الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة اللي الكل كان بيتكلم فيها، كان في ناس بتفضل منتظرة طول الليل إن هيحصل الاجتياح بري. هنشوف هيحصل اجتياح بري ولا مش هيحصل. المسألة دي أبعادها هتكون كارثية ومأساوية على المنطقة كلها، والواضح إن إسرائيل على مدار الفترة الماضية بتدرس أبعاد الاجتياح ده، ويمكن ده اللي مأجله شوية، والخسائر كمان اللي هيسببها لصفوف جيش الاحتلال. وإحنا طبعا من جانبنا أكيد بننظر للضحايا من المدنيين والأبرياء في غزة، الأطفال والنساء وكل المدنيين، مفيش فرق حتى بين طفل وامرأة وشاب وراجل، هي كلها أرواح مدنية بريئة بيتم قصفها وبيعانوا من ويلات الاجتياح ده، وهم أصلا يعني الحالة عندهم يرثى لها، بيعانوا من مذابح القصف الجوي الوحشي الذي لا يميز أبدا ما بين مستشفى، ما بين مسجد، ما بين كنيسة، ما بين مراكز إيواء في الأنروا، ما بين كل حاجة. يعني الاجتياح أو القصف الجوي لا يميز أبدا ما بين أي حد، ولذلك هي حرب بلا ضمير، حرب لا تخضع لقوانين الحروب ولا لقوانين الإنسانية. ما هي تبعات الاجتياح ده لو حصل، خصوصا أن قوات جيش الاحتلال دخلت جزء من أراضي غزة النهاردة وتراجعت، ويا ترى تفسيره ده إيه؟ يعني دخلت منين واتراجعت ازاي؟ ده هنعرفه من العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد اهلا بيك معانا يا فندم. هذا بحضرتك استاذ يوسف، كبير عامل الجمهور الكريم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. من الناحية التكتيكية وحضرتك متخصص في هذه الجزئية تحديدا، الاجتياح البري اللي مصر دايما بتحذر منه وكل اتصالاتها بتحذر من الاجتياح البري وخطورته على المنطقة ككل، والاجتياح البري ملوش أي قيمة اللي هو المنتظر، يعني ملوش أي قيمة عملياتية أو تكتيكية، هو موضوع يعني انتقام وفكرة إن اتاخد القرار السياسي والمؤسسة يعني الجيش الدفاع الإسرائيلي لازم ينفذه، لأنه هو اللي أهان الدولة واللي هو أهان نفسه، فبالتالي كل مندفع حول تحقيق هدف غير معروف. يعني حتى الامريكان بيقولوا لهم يا جماعه قولوا لنا هدف استراتيجي لهذه العمليه. يقول لك انا حاقد على حماس. النوع ده من الجماعات المسلحه، الناس دايما شاغله بالها بفكره هل دول ناس طيبين ولا ناس ارهابيين، والغرب يقول ارهابيين والناس، مش ده الموضوع. هي فكره في الاخير هو مقاتل متحصن يحمل سلاح ومصر ان هو يقاتل حتى اخر طلقه، لانه ما عندوش بدائل، يعني اما يقع في الاسر فيذهب الى سجون الاحتلال كاسير، دي بالنسبه للفلسطينيين يعني اصعب من الموت، او يموت وليس له ملوش مكان يروحه خالص. يعني فده اللي بيحكم العمليه، عددهم كام؟ الاول كان فيه يعني اندر استيميشن للعدد، فكان بيقولوا بضع الاف، النهارده هارت بتقول ومعروفه بحيادتها بالنسبه يعني باقي الصحف الاسرائيليه بتتكلم على عشرات الالاف، وبدا الجانب الاسرائيلي يتكلم على اكثر من 41 الف مقاتل ما بين قسامي وفصائل اخرى. فالعدد ده عشان تقدر تقضي عليه محتاج عقود من الزمن، مع الاخذ في الاعتبار انك مش بتقضي عليه وهو ما بيقضيش عليك، يعني ما هو الموضوع في حرب مدن مع جانب متحصن ينتج نيران في انفاق في ضرب بالعمق، الصواريخ بتطلع لغايه النهارده، لغايه اللحظه دي الصواريخ وصلت ايلات، دليل على عجز الاله العسكريه اللي بتضرب مدنيين ومستشفيات ومعسكرات اونروا انها تسكت الصواريخ، فانت مش قادر تسكت الصواريخ اللي باين مكان اطلاقها، هل هتقدر تدي على من داخل الانفاق؟